والآن رحبوا معي وندعو سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، رئيس اللجنة المنظمة، لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل للشرق الأوسط الأدنى وشمال إفريقيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، مدراء المنظمات الإقليمية والدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقل إليكم تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ونقدر عاليا جهودكم التي بذلتموها في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، هذه الآفة العابرة للحدود والتي تستوجب منا العمل معها وتنسيق الجهود لتحقيق الهدف المشترك. ويأتي هذا الاجتماع الثاني رفيع المستوى لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور بعد 5 سنوات من الاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في نفس هذا المكان بتاريخ 9 مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس وزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وبمشاركة 9 وزراء زراعة من الدول المنتجة للتمور آنذاك و9 منظمات إقليمية ودولية، حيث تمخض الاجتماع الأول عن وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وتأسيس صندوق ائتمان لتنفيذ هذه الاستراتيجية بتمويل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان بإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا في الأمانة العامة للجائزة أن نضع بين أيديكم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وهي على النحو التالي: أولاً، تنظيم واستضافة الاجتماع الأول رفيع المستوى لوضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في العاصمة أبوظبي، حيث تمخض عنه أبوظبي ديكلاريشن بتاريخ 9 مارس 2019. ثانيا، وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء. ثالثا، إنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ هذه الاستراتيجية بإشراف منظمة الأغذية والزراعة الفاو. رابعاً، صدور إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء بتاريخ 9 مارس 2019 بتوقيع جميع أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية. خامساً، صدور كتاب الجهود الدولية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء باللغتين العربية والإنجليزية لرصد ما تم إنجازه من قبل الدول المشاركة. سادساً، عدد خاص من مجلة الشجرة المباركة، واحد باللغة العربية والثاني باللغة الإنجليزية، لرصد كل ما هو جديد من البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. سابعاً، تنظيم فعالية علمية جانبية ترافق أعمال هذا المؤتمر لعرض ما يناهز 20 ورقة علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لعرض أفضل الممارسات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مع توفير بث على الهواء مباشرة حول العالم. ونحن اليوم إذ نؤكد أنه على الرغم من كل ما تم إنجازه من قبل الجميع
في مكافحة سوسة النخيل الحمراء على المستوى الوطني الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتم لولا التعاون الكبير من قبل وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وحرصهم على تنفيذه وتقديم الخدمات والتسهيلات لإنجاح البرنامج، لكنه لا يوازي حجم المشكلة. ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي حرصنا أن يكون بعد 5 سنوات وبشكل دوري للوقوف على ما تم إنجازه وما يمكن أن نقوم به في المرحلة القادمة وتعزيز أطر التعاون وحرص الجميع على النجاح. أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، ننتهز هذه الفرصة كي نرفع باسم الأمانة العامة للجائزة أسمى آيات التقدير والاحترام إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس وزراء رئيس ديوان الرئاسة على دعمه المتواصل لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني الإقليمي والدولي. والشكر أيضا موصول إلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. والشكر موصول أيضا لوزارات الزراعة في الدول الشقيقة والصديقة جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، مملكة البحرين، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة ليبيا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان، دولة إريتريا، العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة معنا، وهي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا، المركز العربي للدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة أكساد، اتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الأوسط الأدنى وشمال إفريقيا أرينينا، البنك الدولي للتنمية الزراعية إفاد، المجلس الأعلى للتمور، المؤسسة الدولية كروب تراست على جهودهم التي بذلتموها في تنفيذ برنامج القضاء على سوسة النخيل الحمراء والحد من الأضرار وتجنب انتشار الآفة في مواقع جديدة. كما نتمنى لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية التوفيق والنجاح في اجتماعكم هذا. أشكركم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.